ومن الآيات الفاضلة التي ورد فيها فضل خاص خواتيم سورة البقرة، فإنها آيات جوامع مقررة لجميع مضمون سورة البقرة. وقد تضمنت هذه الآيات الخواتم حقائق الدين وقواعد الإيمان والرد على كل مبطل، وتضمنت كذلك كمال نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته، وتضمنت محبة الله عز وجل لهم وتفضيله إياهم على من سواهم. وهذه الآيات الخواتم كان نزولها تفريجا على شدة المسلمين. روى مسلم والإمام أحمد واللفظ له أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فصار لها ما كسب من الخير وعليه ما اكتسب من شر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انتهى الحديث.